السلام عليكم، كيف الحال يا جماعة الخير؟ مثل ما وعدتكم اني راح اتكلم عن مرض السكل سيل وعلاقته بامور عدة، بس في البداية قبل لا اتكلم راح اعطي نظرة سريعة عن اسم المرض، مسبباته، بلد المنشأ، وش هو بالضبط هذا المرض. وبعدين في الأيام المقبلة راح أخصص حلقات بشكل يومي، كل يوم أتكلم عن مرض السكل سيل وعلاقته بشغلة معينة، مثلا السكل سيل والرياضة، السكل سيل والتدخين، السكل سيل والأكل، السكل سيل والسوائل. طبعا مرض فقر الدم المنجلي هو من أشهر الأمراض الوراثية هنا تقريبا عندنا في المنطقة، منطقة الأحساء ومنطقة القطيف. طبعا موجود هو في دول برا، يمكن في بعضكم ما يدري أن مرض السكل سيل في حالات في أمريكا، في حالات في فرنسا، في حالات معظمها في أفريقيا، في كل مكان يعني، بس في بعض الأماكن يعني يكون عددها بكثرة يعني. زين، ما عليكم سراج، أخوي قاعد يكلم تلفون جنبي. زين، طبعا وش هو مرض فقر الدم المنجلي؟ هو خلل في الجينات أو خلل وراثي في الدم. زين، ليش سموه فقر الدم المنجلي؟ لأن كريات الدم معروفة أن شكلها زي الكورة، بينما مرضى فقر الدم المنجلي لما تجيهم حالة تكسر كريات الدم بدال ما تكون مدورة يكون شكلها مثل المنجل، المنيل، احنا اللي نسميه المنيل، المحش، كيف شكله. زين، تاخذ هذا الشكل، الشيب حق المنجل او اللي نسميه احنا المحش. زين، لذلك سموه فقر الدم المنجلي. في الآونة الأخيرة على المحيط اللي انا عايش فيه من اصحاب او عائلة او اصحاب العائلة، اكتشفت ان للأسف في ناس عندهم مصابين سكل سيل. زين، ولكن ما عندهم ثقافة أو وعي حول المرض هذا، وهذا أكبر شيء. زين، نقع أكبر خطأ يقع في عائلة المصاب هذا. يعني أنا لما أكون مصاب بمرض مزمن لازم أروح أسعى يا جماعة، وأروح أقرأ وأروح أبحث عن الأسباب، عن العلاجات، عن البديل، عن 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 كل حاجة، عشان أنا أخدم نفسي، عشان أنا أطبب نفسي بنفسي، أعالج نفسي بنفسي. زين، عشان مو في كل مرة أنا ألجأ للمستشفى. طبعا لما يصير عندي، انا اعتذر الحين لان انا في بيت ناس معزوم على سحور وودي اتكلم اكثر، بس وعد مني ان شاء الله راح اتكلم، او مثل ما قلت اخصص حلقات يومية او اسبوعية راح اتكلم عن المرض. زين، وعلاقته في كل اشياء تتعلق في حياتنا، من الرياضة، من الاكل، من حتى الملابس اللي تلبسها قد تؤثر عليك انت يا مريض السكل سيل اللي ما تدري، حتى الملابس. زين، التدخين، معظم الامور المهمة راح اتطرق اليها. عدا ذلك انا انصح زين الجميع بالبحث والقراءة وتثقيف النفس والمراجع. في شغلة خطرت في بالي نسيت أقولها، إن أنا عندي تخطيط إن أنا أنشئ جروب في الواتساب، يمكن موجود في القطيف بس ما أسمع عنه واجد، على مستوى صفوة راح أنشئ جروب في الواتساب
زين خاص لمرضى فقر الدم المنجلي. الجروب هذا زين اتمنى يعني من اي شخص وده ان نضيفه في الجروب يرسل لي على الخاص زين عشان اضيفه. الجروب هذا راح ينشأ لكي نتبادل خبراتنا احنا يا اصحاب السكلسل، لما امرض لما اتعب وش اسوي وش اخذ وش اتعالج وين اروح وين كذا وش اسوي كذا. فاللي ايدني الفكرة يراسلني على الخاص ويعطيني